مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7 على قناة الفجيرة مطلع الشمس. مشاهدينا، انتهى التعقيم الوطني في دولة الإمارات، انتهى الحظر، ولكن علينا بالحذر. بالأمس أحد الإخوة كان يتحدث معي ويقول لي أن رحنا زرنا الوالدة ولكن عن تباعد، فجاء ابن أختي يبي يسلم على يدته، يبي يبوسها على رأسه، فقلت له يا خالي احذر انتبه. فقال له انتهى التعقيم الوطني، انتهى التعقيم الوطني، لكن لم ينتهي الفيروس، أرجوكم عليكم بالحذر والانتباه ونشر ثقافة الحذر في هذا الوقت بالتحديد مع أبنائنا وصغار السن، ليفهموا ويستوعبوا مدى خطورة الوضع. ولكن احنا بإذن الله بتعاوننا مع الحكومة راح ينتهي هذا الخطر بشكل مباشر. والشيء بالشيء يذكر، ففي إمارة الفجيرة تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من قبل بلدية الفجيرة لإعادة فتح الشواطئ والحدائق العامة اعتباراً من يوم غد الاثنين 29 من يونيو الجاري، ومع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الهيئة لضمان صحة وسلامة الجميع. وإلى أبوظبي، حيث أكدت دائرة الصحة أن جميع مستشفيات الظفرة أصبحت خالية من حالات كورونا المستجد بالكامل، لتنضم بذلك إلى عدد من مستشفيات الإمارة التي أعلنت خلوها من مصابي كوفيد-19 خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في أبو ظبي، ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودون سموه خلو كافة مستشفيات الظفرة من حالات كوفيد-19 تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء الإمارة انتشار الفيروس. وتابع سموه: نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث أن المسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقييد التام بجميع الإجراءات المعتمدة. يأتي ذلك نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة، والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية. وتواصل جميع مستشفيات الظفرة بما يشمل مستشفى مدينة زايد ومستشفى دلمة ومستشفى المرفأ ومستشفى غياثي ومستشفى السلع ومستشفى ليوة ومستشفى الرويس تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين، وتقديم الكثير من الخدمات التي تعني بالحفاظ على المجتمع من فيروس كورونا أجرنا وإياكم منه إن شاء الله. إذن مشاهدينا، وننتقل في موضوعنا الأول، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،
أطلق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك لتطوع مبادرة عيادة صحة المرأة والطفل المتنقلة للتطبيب عن بعد للمئات من النساء والأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وللمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء. دكتور عادل يا مرحبا وسهلا فيك، نورتنا في برنامج 7 على 7 وفي قناة الفجيرة، والله يعطيكم الصحة والعافية على هذه المبادرة. مرحبا بك. الله يرحب بك عفضله. دكتور عادل، نبغى نتعرف على عن قرب على العيادة الصحية، عيادة صحة المرأة والطفل المتنقلة، وما هو الهدف منها؟ عيادة المرأة والطفل المتنقلة للتطبيب عن بعد هي أحد مبادرات برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، والتي ساهمت في 3 سنوات الماضية في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي بين الكوادر الطبية وتمكينهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن. ومن خلال هذه العيادة المتحركة سوف يساهم مجموعة من الأطباء المتطوعين في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرأة والطفل، وبالأخص المصابين بأمراض مزمنة أو المرضى الموجودين في أماكن العزل. مثل شو الفحوصات والتشخيص اللي تتكلم عنه؟ مثل شو دكتور؟ هي عيادة متحركة مرتبطة عن طريق تكنولوجيا التطبيب عن بعد بشبكة من الاستشاريات والاستشاريين مختصين في طب الأسرة وطب المرأة وطب الأطفال وطب القلب. الحافلة فيها وحدة للاستقبال ووحدة للتصنيف ووحدة للكشف عن الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر والضغط، إضافة إلى مختبر متنقل يتم فيه إجراء الفحوصات اللازمة من فحص السكر والكوليسترول ووظائف الكبد والرئة. من خلال هذه المنظومة التطوعية المتنقلة تساهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية بالأخص للمرأة والطفل المصابين بأمراض مزمنة، وتساهم ضمن الجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة أو التطوعية في الدولة لمجابهة الأمراض وبالأخص الأمراض المزمنة والأمراض الوبائية. وتعد هذه المبادرة استكمالا للمبادرات التي دشنتها برنامج الشيخة فاطمة سواء محليا من خلال العديد من البرامج التطوعية، منها التنظيم الدوري للمؤتمر الإمارات للتطوع وتبني برنامج لبناء قدرات الكوادر الطبية في مجال طب الأسرة وطب الطوارئ بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية والهيئة البريطانية لتعمل الحياة، إضافة إلى تأتي هذه استكمالا للحملات الخارجية. خلال 3 سنوات الماضية ساهمت حملات الشيخة فاطمة الإنسانية في تقديم الدعم للمرأة والطفل في شتى بقاع العالم. وين بالخارجية؟ يعني ذكرت لي في الحملات الخارجية، وين كانت هذه الحملات الخارجية؟ مثل عندك المستشفى وعيادات متحركة في المغرب من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى عيادات ومستشفى ميداني في السودان ومصر وغيرها من الدول. ساهمت هذه المنظومة التطوعية في رفع من كفاءة الأطباء في الدول العربية وتمكينها في خدمة المجتمع من خلال ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتأهيل الكوادر الطبية وتقديم هذه الخدمات من خلال حافلات ومستشفيات ميدانية استطاعت في السنوات الماضية من الوصول للملايين من النساء والأطفال في استبقى العالم. دكتور أنت ذكرت المنظومة الطبية، لكن أنا أود أن أسألك إقبال الناس على هذه المنظومة، كيف كان إقبال الناس وشو تقيم لنا؟ يعني تعطينا وصف بتقييمك لإقبال الجمهور بالتحديد النساء والأطفال على المنظومة الصحية والفعاليات اللي تقومون بها. الحركة التطوعية في دولة الإمارات هي عبارة عن ثقافة رسخت منذ الأزل، وقامت قيادة الحكيمة بتفعيلها من خلال عام زايد وعام الخير وعام التسامح لترسيخ هذه الثقافة وبالأخص في التطوع الصحي التخصصي. من خلال هذه البرامج والفعاليات والمبادرات لبرنامج أطارنا للتطوع استطعنا نستقطب المئات من الأطباء والطبيبات وتأهيلهم وتمكينهم في خدمة المجتمع محليا في بادرة هذا في جانب الأطباء. هذا في جانب الأطباء، أنا أتكلم عن الجمهور.
جميل، اذكر لنا كذلك الجمهور. العيادات المتحركة هي تساهم مع الجهود التي تقوم فيها مؤسسات الصحية، سواء القطاعات الصحية الحكومية من المستشفيات أو القطاعات الخاصة. المبادرات التطوعية تقدم خدمات مكملة ومتكاملة ضمن هذه المنظومة الصحية، تستطيع من خلال هذه الحافلات المتحركة أن نصل لمختلف الفئات المجتمع ونقدم لها خدمات تشخيصية وعلاجية في أماكن تواجدها، سواء في الحياة السكنية أو سواء في المؤسسات الحكومية، سواء في الأماكن المختلفة من خلال هذه الحافلة الطبية المتنقلة. إضافة أن احنا استطعنا نربطها عن طريق تكنولوجيا التطبيب عن بعد بنخبة من الاستشاريات والاستشاريين من أطباء الإمارات الذين هم يعملون في قطاعات حكومية أو خاصة. ونحن يا دكتور نتمنى لكم إن شاء الله أطباء ودكاترة وممرضي وكل من يساهم في هذه الفعاليات التطوعية الخيرية، نتمنى لكم التوفيق. الله يسعدك دكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، وفقكم الله وإن شاء الله إلى الأمام دائما، يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا، مثل ما شفنا زايد العطاء وفي وقت الكورونا، وقت كوفيد-19 ونشر الثقافة الصحية، خلونا مع بعض مشاهدينا نضع يدنا بيد الحكومة والتوجيهات ونتجاوز هذا الخطر بإذن الله تعالى. خلونا بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل معاكم، خلكم ويانا. هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، وحيث اختتمت فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي والذي أقيم تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبإشراف مجلس دبي الرياضي وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وللتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع خلونا معكم مشاهدينا نشوف هذا التقرير. عودة النشاط البحري هو جزء إن شاء الله سيكون مقدمة لعودة أنشطة رياضية بحرية قادمة إن شاء الله، لأن هناك في رزنامة الأنشطة البحرية العديد من النشاطات، لأن دولة الإمارات عرفت بنشاط بحري متميز على كافة مناطقها وكافة موانيها الموجودة. أنديتها الرياضية البحرية سواء نشاط محلي تراثي أو نشاط عالمي، فهي البداية وإن شاء الله ستتلوها أيضا أنشطة أخرى. أهني سيدي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي على هذه المبادرة الاستثنائية. خلينا نقول اليوم المبادرة هذه جابت لنا الرياضات البحرية على الخارطة مرة ثانية في إمارة دبي. اليوم استئناف الفعاليات الرياضية عن طريق الفعاليات البحرية هذه شرف كبير للمجتمع البحري بشكل عام. الحمد لله اليوم وجود الرياضة على الخريطة مرة ثانية هي عبارة عن رجوع الدم في الوريد مثل ما يقولون. مثل ما أنتم شايفين عندنا فعاليات مجتمعية على مدى 3 أيام، فعاليات مختلفة في كل يوم تهدف فئة مختلفة من المجتمع للمشاركة في هذه الفعاليات، وإن شاء الله الأعداد اللي موجودة في تصاعد وجدا شيء متحمسين لإقامة الأحداث هذه. صراحة أحب أشكر نادي دبي للرياضات البحرية على تنظيم الفعالية الممتازة، دعم كبير هذا لنا نحن كمتسابقين في الرياضات المائية. صراحة شفنا إقبال كبير، فكرة نادي دبي اليوم فكرة جميلة صراحة، أنها دمجت رياضتين مع بعض الموتو سيرف والفلاي بورد. تعرفنا على متسابقين إداد، الجمهور اليوم يالس يشوف أنه في
كذا فعالية موجود على البيتش هذا، والحمد لله صراحة هذا دعم كبير للمتسابقين انهم يجهزون نفسهم حق البطولات الجاية. مثل ما تشوف لله الحمد ان الاوضاع بترد ان شاء الله نفس قبل واحسن، والفعالية هاي جدا ممتازة صراحة. كنت متلهف جدا لمشاركتنا طبعا فترة الحظر، وخلال الفترة اللي طافت ما كان الواحد قادر انه يشارك باي مكان ولا نطلع طبعا بحكم الظروف اللي كانت تمر فيها البلد، ولكن الحمد لله رب العالمين فتحت المجال للرياضيين والمتسابقين لانهم يشاركوا بالنشاطات البحرية، ومن اولها طبعا نشاط اللي هو الجيت سيرف. اختلف الإعلام كثيرا عن السابق، خاصة بعد دخول الإعلام الجديد والإعلام المواطن، وتعددت وتنوعت وسائل الإعلام ولم تصبح مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون فقط، ولكن أصبح أيضا لوسائل التواصل الاجتماعي الدور في نشر الأخبار المتنوعة والجديدة التي تهم أفراد المجتمع في العديد من المجالات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر زوم الإعلامية شمس المرزوقي. أستاذة شمس يا مرحبا وسهلا فيك، نورتينا في تلفزيون الفجيرة. يا هلا ومرحبا فيكم محمد، أمسي عليك بالخير وعلى جميع المشاهدين والمتابعين، وشكرا لقناة الفجيرة على الاستضافة. عليك بالنور والسرور إن شاء الله، والشكر موصولك لجهودك معنا. وسؤالنا الأول لك يا شمس، شو تشوفين صار الإعلام الجديد بوقتنا الحالي؟ طبعا الإعلام الجديد في الوقت الحالي أنا أشوف أنه ساعدتها عوامل كثيرة، أهمها التطور التكنولوجي والإنترنت، يعني عكس الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي في قيود يتحكمون في نخبة أو نقدر نقول قادة من الإعلاميين، أما الإعلام الجديد أصبح اليوم متاح لجميع شرائح المجتمع، يقدر الكل يشارك بفكرة بإبداعه بطرحة. وصار الإعلام الجديد اليوم يأثر على المجتمعات وعلى الأفراد من خلال كثرة توفر المنصات الرقمية اللي ممكن توصل لها أنت أو أنا أو أي شخص بكل يسر وسهولة. بعد جائحة كورونا شو تشوفين، هل أثر على الإعلام الجديد وأثر على الإعلام العام بشكل عام؟ يعني الضرر وارد طبعا، وهذا مثل ما نشوف على صعيد العالم، ولكن بما اني انا اليوم اعلامية وفي جهة حكومية، بالعكس احنا اليوم كنا ايد بايد مع خط الدفاع الاول، دورنا بدأ في هالوقت، بالعكس اجتهدنا اكثر، قمنا ننشر الوعي بمدى خطورة هذه الجائحة من خلال محتوانا ورسائلنا اللي تناسبها. جميل جدا أستاذة شمسة، يعني لو هل يمكن الاعتبار أن الإعلام حاليا في هذا الوقت خصوصا بعد دخول السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، هل أن الإعلام بقى إلى الآن سلطة رابعة أم في حالات معينة؟ محمد احنا نقدر نقول نعم ممكن ان الاعلام يكون سلطه رابعه، ولكن طبعا يختلف من بلد لبلد على حسب توجهات البلده سياسه الدوله. أما نحن في دولة الإمارات ولله الحمد وفي ظل حكومتنا الرشيدة، أنا أشوف أن وظيفة الإعلام عندنا التوعية العامة بالقضايا والقوانين، يعني أنا أقدر أقول أنها سلطة داعمة لقرارات وتوجهات الحكومة. جميل، وبعدنا فرصة داعمة، لكن هناك كذلك اهتمام مبالغ من قبل الوسائل، في بعض الوسائل الإعلام الرسمية عندها اهتمام كبير في التواصل الاجتماعي، بدأوا ينشؤون أقسام مخصصة للتواصل الاجتماعي، هل هذا يضر بالوسائل أم يخدمها؟ لا بالعكس أنا ما أشوف أنها تضر، بالعكس هي يعني الإعلام الجديد يخدم الإعلام التقليدي، لأن أصبح اليوم هذا التوجه، أصبح في اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة بالإعلام الجديد، فبالعكس الإعلام التقليدي والإعلام الجديد يكملون بعض ويخدمون بعض. جميل شمسة، التواصل الاجتماعي حاليا والمواطن شو بتقولي لنا، هل المواطن لقى مساحة كافية بأن يعبر عن رأيه في التواصل الاجتماعي أكثر من القنوات والمؤسسات الإعلامية الموجودة في الدولة؟
بصراحة نعم نعم، لأن اليوم المواطن يعني نحن شفنا مواهب أصلاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم المواطن قادر ينشر القيم، قادر ينشر المبادئ، قادر يتصدى لأي ظاهرة سلبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وما ننسى بعد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اهتمامه بهذا القطاع من خلال إنشاء أكاديمية الإعلام الجديد، وهذا اندل بأنه يدل على أهمية هذا القطاع للحكومة. جميل. زميلتي شمسة، اليوم أو زمان كانوا يقولون أن الإعلام التقليدي للإذاعة والتلفزيون رأي وفكر وتوجه، هل التواصل الاجتماعي في هذا الزمان بنفس خطى الإعلام سابقا؟ وهل نستطيع أن نقول كذلك التواصل الاجتماعي فكر ورأي وتوجه؟ نعم، فكر ورأي وتوجه، ويعتمد على حسب رواد التواصل الاجتماعي وعلى مدى طرحهم أو شو هي المبادئ اللي ينشرونها. وبصراحة أنا أشوف أن الإعلام الجديد صار اليوم يأثر كثر الإعلام التقليدي، أو يمكن أكثر حتى، يعني تسعى دائرة التأثير بالنسبة للإعلام الجديد، لأن اليوم صرت أنت ما تحتاج لشاشة تلفزيون، صرت ما تحتاج لصالة، صرت ما تحتاج أنك تشتري جريدة. فكل اللي نحتاجه نحن اليوم أن يكون الواي فاي متوفر، يكون في إنترنت، والإعلام موجود في تليفون. والأبليكيشن ضروري ضروري، الأبليكيشن لازم يكون موجود طبعا. هي والأبليكيشن ضروري، فصار كل شيء موجود في شاشة التليفون يعني، فصار صحيح. الإعلام متوفر في التليفون. شمس المرزوقي زميلتنا الإعلامية المبدعة، شكرا لك على هذا التواصل، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مسيرتك الإعلامية سواء عبر الشاشات أو عبر التواصل الاجتماعي. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. يا مرحبا يا مرحبا. مشاهدينا، إنجازات حكومة دولة الإمارات وشعبها ليس بالغريب أو الجديد، طالما حققوا العديد من الإنجازات في مختلف المجالات كافة، ويعد الطيران من إحدى المجالات التي أبدعت وحققت فيها دولة الإمارات إنجازات وطنية نفتخر بها شعباً وحكومة. وكان من أبرزها شركة ستراتا للتصنيع. وللمزيد من التفاصيل خلونا مع بعض نشوف هذا التقرير. وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وصف شركة ستراتا للتصنيع بأنها مشروع رائد في صناعة الطيران وإحدى الإنجازات الصناعية الوطنية التي اكتسبت ثقة عالمية، وأيضا أثبتت قدرتها التنافسية ضمن الصناعات المتقدمة. وقد شهدت صناعة الطيران في دولة الإمارات تطورا كبيرا، أصبحت من محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتعتبر الكفاءة الوطنية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها تنمية البلاد ومسيرة تقدمها في الحاضر والمستقبل. تعمل دولة الإمارات على تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الطيران، وتعتبر شركة ستراتا للتصنيع بمشروعاتها وشركاتها والرؤى التنموية التي تحكم عملها عنصراً أساسياً ضمن هذه الاستراتيجية وهذا الطموح، بالإضافة إلى أنها أصبحت في قلب هذه الصناعة بفضل شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة الطيران وجودة منتجاتها، وتسهم أيضا في توطين التكنولوجيا في الدولة. إن مواصلة ستراتا وغيرها من الشركات والمؤسسات الإماراتية عملها بهذا النشاط الإنتاجي في ظل هذه الظروف يؤكد على قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها لتحقيق طموحاتها، وإن التحديات مهما كانت لن توقف مسيرتها أو تعيق تقدمها، كما عودتنا حكومة وقيادة دولة الإمارات الرشيدة على تواجدها وإبداعاتها في مختلف المجالات التي تهتم بالصناعة الوطنية والمحلية التي تسهم في رفع الإنتاجية في الدولة.
القيمة المعنوية للعملة الوطنية تفوق قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي، وتهيب النيابة العامة للدولة الجمهور بالالتزام بالقوانين وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة. وللمزيد وبنتعرف أكثر على هذه التفاصيل معنا وفي ضيافتنا المحامية موزة مسعود. يا مرحبا بك محاميتنا موزة. أهلين. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. نورتينا. وليش القيمة في العملة معنوياً أكثر من أنها مادياً؟ هذا سؤالي الأول لك. لو تكلمنا عن العملة بشكل عام، يمكن إحنا نبى نلفت نظر الناس أنه الناس دائماً تشوف قيمتها المادية. يتركز دائماً على القيمة المادية. ما في شيء هناك اسمه القيمة المعنوية للمادة، على أساس أنها هي بقيمتها المعنوية. فإحنا دائماً على أساس الرد على سؤالك أنه قيمتها المعنوية على أساس فيها اسم وشعار الدولة، يعني اسم صحيح. وشعار الدولة. فلذلك الناس دائماً تنظر لين القيمة المادية أكثر من المعنوية. فإحنا من خلال هاي البرنامج نذكرهم أنه قيمة العملة بالقيمة المعنوية أكثر من القيمة المادية. بالضبط. طيب أشكال التهاون في العملة، لو تعطينا يعني بعض الأمثلة اللي في الأخير انتشرت يعني في السوشيال ميديا وصارت عليها قضايا، بالإضافة لبعض الأمثلة اللي غايبة عن بال. أنا لو بديت بتكلم وفق نص المادة 141 من قانون بمرسوم اتحادي رقم 14 لسنة 2018، هذه حددت فيه الصور بالضبط، حددت فيه ثلاث صور اللي هي التشويه هذه العملة أو إتلافها أو تمزيقها. ناخذ التشويه. كيف يكون التشويه؟ التشويه يعني أن هذه العملة سواء كانت عملة ورقية أو عملة معدنية، أنك أنت شوهت معالمها. تشويه المعالم الخارجية لهذه العملة. نعم. أنك بأي طريقة مثلاً مثلاً لو تكلمنا ببساطة يبت قلم شخبط عليها، أو جبت شيء مثلاً وحطت عليها حتى أنك أفقدتها صلاحيتها، لأن هاي العملة صنعت على أساس يكون فيه تبادل، في لها قيمة شرائية، صحيح. في لها قيمة اقتصادية. فأنا إذا شوهت هذه العملة أو أني أتلفتها أو جيت أنا ومزقتها، أنا بهاي الشيء أنا خلاص ما أصبح لأن هاي العملة قيمة مادية. بالضبط. الشيء الثاني اللي أبى أذكر أن هاي المادة اللي إحنا ذكرناها 141 اشترطت شرطين على أساس أنه يكون في تشويه وفي إتلاف وفي تمزيق، أنه يكون هذا عمد، أنه الشخص متعمد. نعم. أنا قد ممكن يكون عندي إتلاف ولكن دون أنا ما قاصد هذا الإتلاف، أنا ما قصدت. أو ممكن يكون في تمزيق، مثلا طفل مزقها أو أنه في شيء تحطت مثلا في ماي بدون قصد. اشترط شيئين، أنه يكون عمد، أنا متعمد أني أنا أشوهها أو أني أتلفها، يثبت عليك الجرم. أيوه. في حالة التعمد. أيوه. تعمد. جميل. والشيء الثاني يكون علني، معلول للناس، الناس شايفة علني، على أساس إني صحيح. إني أنا هنا في الحالة هذه أنا هاي المادة تعاقبني بشو؟ لو كان بيني وبين نفسي ما حد بيشوفه، ما حد بيدري، يعني ما حد بيدري، لأنه ما بتكون هناك في عقوبة، ما بتكون صحيح. هناك في، ولكن بيكون في فعل أنت بينك وبين نفسك، على أساس إنك أنت لازم تعرف إنه هاي ليها قيمة، هاي المبالغ أو هاي الفلوس لها قيمة معنوية أكثر من القيمة المادية. عشان كذا اشترط هاي المادة حالة إنه كان عمد وكان علني يعاقب عقوبة ما تقل عن 1000 درهم أو 10 أضعاف المبلغ اللي هو مشوه أو متلف أو ممزق. يعني إذا هو أتلف 1000 درهم ونحكم بعشر أضعاف، يعني 10,000 درهم. هذا على حسب المبلغ وعلى حسب الشيء المتلف، المبلغ المتلف. إحنا نقول إنه نفترض 1000 درهم. أي هاي العقوبة اللي هي 1000 درهم حددتها، ولكن قد تكون مثلا هاي المبلغ أنا تالفة أكثر من 1000 درهم، مبلغ كبير. فالمحكمة هي اللي تقدر على حسب الأضعاف، على حسب ضعف هذه المادة. جميل جدا. ما فيها عقوبة سجن؟ لا، في هاي المادة أنا قلت لك، حددت لك نص المادة اللي هي صور الإتلاف. صور الإتلاف أنا حددت لك في نص المادة في صور الإتلاف، لكن في عقوبات ثانية
اللي هي عقوبات مثلاً إذا أنا أهنت هاي، لأنه هاي تعتبر من الشعار اللي يحدد هيبة ومكانة الدولة. صحيح. فلازم أنا في الحالة هذه إذا أنا تعمدت مثلاً في الفترة الأخيرة، لو إحنا نتكلم الفترة الأخيرة صارت في فعلاً تجاوزات على مواقع التواصل. نعم. تجاوزات من الكثير، قد يكون تجاوز هذا عن قصد أو أنه متعمد، ولكن بالحالة هذه تمت معاقبتهم، وتمت معاقبتهم بمبالغ تقريبا ما تقدر أكثر من 150 ألف. جميل. شو دور المجتمع بتوجيه بقول أبنائهم، خلونا نبعد عن البنية على الجاليات والأخوة الموجودين معانا في الدولة، نبدأ في المجتمع. شو دور المجتمع عندنا؟ شو دور الأسر بتثقيف أبنائهم بالتعامل مع العملة الوطنية؟ هو الدور الأسر دور أساسي من الأول من الصغر. نعم. أنا لما أسس طفل بنتي أو ولدي على حب الوطن، حب الوطن كامل يشمل الرموز اللي هم الشيوخ الله يطول في عمرهم، الله يطول في، يرمز العلم الإمارات، يرمز العملة، يرمز أشياء كثيرة، يعني مؤسساته، يرمز الشعار نفسه. فهذا الأشياء لما أنا أي وأثقف الطفل وأعطيه معلومة وأحببه وأعزز فيه مثل هاي الروح، إنه هو في يوم مثلاً شاف إنه تجاوز صح منه هو أو من غيره، فهنا فيه فعلاً هو يتصرف هذا الشيء. أما بالنسبة لي بشكل عام القانون ما حدد إذا كان هذه مواطنين أو إذا كانوا وافدينها بشيء، يعني هاي قوانين أنا هذه أسألك عنها. يعني عندنا زائر أجنبي على سبيل المثال لا يتكلم اللغة العربية ولا يفقه القانون في الدولة، هذا كيف نقدر نتعامل معه؟ بالنسبة إلى هذا إذا كان مثلاً قصدك أنت مثلاً صار منه إساءة لهاي العملة، نعم. هو المفروض يكون عنده من الأول هذا الأجنبي اللي جاي زي ما هو بلده، هل هو في بلده ما هي العملة هذه عملة تشيل يعني تحمل الاقتصاد العالمي أو صحيح. الاقتصاد هاي شو اسمه التداول فيها، تداول مساهمة بين الدول بالتجارة، فالشيء الطبيعي أنه هو جاي من بلد هو عنده خلفية تامة، عنده خلفية تامة. هل هذا لو سألت هذا الشخص هل هو في بلده أنه هو ممكن أنه هو يتلف هذه هاي العملة؟ أكيد في لها احترام، أكيد لها صحيح. قوانين، لكن صحيح. إذا صدر منه طبعاً اللي هي الجهات المختصة في التحقيق معاه حتشوف ممكن يكون هذا الإساءة لهاي، مش بقدر إنه إحنا مثلاً دائماً إحنا نأخذ الأمور، ممكن يكون يعني جهل منه أو هو ما عارف هذا الشيء، بس هو يفترض إنه على يعني ما في شيء قانون يحمي سواء يدري أو لا يدري سيحاسب. أيوة سيحاسب، ما لها علاقة، ولكن قد يكون هو يتفرق شوية في أنا القصد، قد يكون أنا من دون مش متعمد، من دون عمد، أو انقطعت مني أو إنها تشوهت مني من دون قصد. نعم. ما قصد، قد يكون في فرق بين هذا الشيء. لا أنا أتكلم عن القاصدين. أيوة. يعني غير قاصدين. هذا الشيء الجهات المعنية هي لما تحقق في مثل هذه الأمور. جميل جدا. طيب دور أفراد المجتمع إذا أحد من الأخوان شاف إساءة وبلغ عليه، هل يعتبر أن هذا كذلك يسقط الجرم، يقع الجرم عفوا أم لا في حال مشاركة أفراد المجتمع بالإبلاغ؟ وإن حدث هذا الموضوع كيف ننور مشاهدينا أنهم يروحون يبلغون وين يتجهون؟ قبل أستاذ ما جاوب على هذا السؤال بس أبغى أضيف فضل. جزئية فضل. لأن السؤال اللي قبل نعم. قبل إحنا قلنا الأسرة، الأسرة عليها العبء الأول. صحيح. اللي عليه العبء اللي يكمل الدور الثاني اللي هي المدرسة، الكتب المدرسة لازم يكون فيها مناهج، وحين أعتقد أنهم يدرسوا هاي المناهج العملة الدولة وكيف يحافظوا عليها والعلم والرموز والأشياء. فالمفروض أنه المدرسة أو المدرسة بشكل أشمل أنها هي تقوم بالدور التكميلي للدور الأسرة، على أساس تعرف هذا الولد يكون عنده يطلع أنه عنده غيرة، عنده حب لوطنه بشكل عام، وفي نفس الوقت لين اللي هي الشعارات والرموز الموجودة فيه. جميل جداً. أما بالنسبة لين السؤال الثاني اللي نعم. أستاذ سألته، لو قلنا لو بدينا بالبداية بالبداية اللي هي الأشياء اللي ظهرت في المؤخر على أساس أنه نجاوب لك هذه. نعم. بالبداية طلعت في الفترة الأخيرة حالتين تقريباً اللي احنا سمعنا عنها وخضت الصدى. نعم. حالتين الإساءة، الأول شيء اللي هي حرق، كانت حرق العملة العملة المعدنية بحجة على أساس أنه تكون عازل بين النار وبين نعم. وتكون يعني تحمل العود.
أما بالنسبة لين ثانية فهي كانت علني واستهتار بقيمة العملة واستهتار بالمكانة واستهتار فيها بطريقة ما يعني مستفزة جداً، مستفزة ما حبوها الناس. فإذا كان في تصرفات سلبية من هاي الناس فهناك في تصرفات إيجابية لازم نشوفها، اللي هي دور منو اللي أعلم؟ أكيد في ناس، إنه لما شافت الناس لما الحين تشوف على مواقع التواصل مثل إهانة أو مذلل العملة أو رموز أو لأي شيء، فأكيد شيء إنهم هم ما يحبوا هذا الشيء. بيكون عندهم غيرة على بلدهم، غيرة على وطنهم، غيرة على فطري. على الشيء فطري. نعم. فلاحظنا في الفترة الأخيرة هم احتجاجهم هم المواطنين أو بشكل عام اللي هم متابعين ولعوا الدنيا ما شاء الله، أو متابعين الأشخاص هذولا. نعم. ففعلاً هم اتجهوا ورفضوا أول شيء، أبدوا إساءتهم من هذه التصرفات، سواء التصرف الأولاني أو التصرف الثاني. قد يكون التصرف الأولاني إحنا عرفنا يعني تم معاقبته تقريباً ب150,000 غرامة عن هذا الشيء. شيء ثاني والعقوبة الثانية اللي هي خضها إنه منع إنه شو اسمه لمدة يعني سنة أوقف إنه ويتواصل في مواقع التواصل. ولكن خلي بالك أستاذ، لما يكون شخص أو أشخاص معينين مشهورين فهو المفروض يكون في هناك الدقة في اختيار المواضيع على أساس يطرحوها، لأنه أنا اليوم لما أنا أسوي هذا الشيء أو هاي الفكرة على أساس أنها هي مثلاً تأخر احتراق هاي حبة العود، أنا هنا أعلنت والناس شافوا، أنا أساس كذا تم عقابي أن الناس شافت أني فعلي أصبح فعلي متعمد أصبح علني. بغض النظر قد يكون أنه ما كان يعرف أو ما كان يقصد، ولكن ما كان يقصد أو ما كان يعرف بالقوانين. صحيح. هنا في ناس كثيرة تجهل أنه مثل هاي العملة أو يعني تسترخص على نص درهم أو درهم، يعني شو بيأثر؟ بالعكس هو بيأثر بقيمتها المعنوية مش المادية. ما تدخل فيها سالفة التشهير هذه، إن مثلاً يعني لا شهر ما تدخل فيها القضية سالفة التشهير العملة كعملة، يعني إساءة العملة. أيوة. ما تدخل بالتواصل الاجتماعي، ما تدخل في التشهير يعني. لا لا، هي مش أساس تشهير. مش أساس هي تشهير. لا أنا أسأل، ما تدخل. لا لا، هي مش ما تدخل في التشهير. هي تدخل في تشويه شعار الدولة أو إنه بالذي، لأنه خلي بالك إنه العملة هذه اللي هي الاقتصاد، حرك اقتصاد الوطني. نعم. فهاي ممثل الاقتصاد. أيوة. الوطني. أيوة. فعل. فإذا أنت اليوم لقيت شخص مثلاً شوهها بحرقها بتمزيقها بالكتابة عليها بأي فعل من الأفعال، فهنا في الحالة هذه هي فقدت القيمة الشرائية أو فقدت قيمتها. ففي الحالة هذه القانون حط رادع لأن مثل هذه المخالفات على أساس أن يحاسبهم، حتى ولو كان درهم ولو كان ربع ولو كان ذي، يعني زي ما احنا ذكرنا قيمة مش قيمتها المادية، قيمتها المعنوية. الأستاذة موزة مسعود محاميتنا الجميلة، الله يعطيك العافية، وثقافتك القانونية اللي أعطيتينا إياها كانت أجمل بحضورك وطلتك معنا، شكرا لك سيدتي العزيزة، شكرا لك، الله يحفظك، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام فاصل وبنتواصل، خلكم ويانا. يا حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمرين معاكم في هذا المساء. والخبر يقول عقد المجلس الوطني للإعلام اجتماعا عن بعد مع عمداء وممثلي كليات الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تبادل الرؤى والأفكار وتمكين الشباب خلال مرحلة ما بعد التخرج وخلق منهجيات جديدة لدعمهم. لنتابع مع بعض هذا التقرير. عقد المجلس الوطني للإعلام اجتماعا عن بعد مع عمداء وممثلي كليات الإعلام في الدولة، وجاء ذلك بهدف تبادل آراء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وخلق آليات جديدة لدعم الطلبة من خلال مرحلة ما بعد تخرجهم.
وحضر الاجتماع كل من سعادة محمد جلال الرئيسي مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، وعمداء وممثلي كلية الإعلام من جامعة الإمارات وجامعة زايد وكلية التقنية العليا وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة أبوظبي وجامعة عجمان وكلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية مانيبال. تم التركيز على دور الجامعات في تأهيل الكوادر المواطنة للعمل في المجال الإعلامي وتعزيز التوطين بناء على أهمية التواصل بين الكليات والمؤسسات الإعلامية بشقيها الحكومي والخاص. وقال الرئيسي إن قطاع الإعلام يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة في الدولة، ذلك بسبب إيمانهم بالدور المهم للقطاع في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات. كما تم وضع أهداف التدريب لتطوير مهارات الطلبة وضمان الاستفادة منها وإشراكهم في مراكز البحوث والابتكار بما يتلائم مع متطلبات المستقبل، بالإضافة إلى الاطلاع على الأحداث العالمية في معظم التخصصات الأكاديمية الذي يسهم في تطوير القطاع وأهمية تدريب الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة في قطاع الإعلام، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية في مختلف المجالات للتمكين من بناء علاقات تعزز التنافسية في سوق العمل في المستقبل. مشاهدينا، ظهرت عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين شهر 11، ثم انتقلت العدوى إلى أن شملت معظم العالم. ومن الأعراض الأولية اللي يعاني منها المريض هو فقدان حاسة الشم والتذوق، حيث أن قد تستمر هذه الأعراض لمدة أسبوع إلى 10 أيام. وللحديث أكثر معنا عبر برنامج سكايب الدكتور محمد الزهر، أخصائي أذن وأنف وحنجرة. مرحبا وسهلا فيك يا دكتور، ونورتنا في قناة الفجيرة، يا حياك الله. حياكم الله وأهلا وسهلا، وتحياتي لكم لجميع المشاهدين. الله يسلمك، التحية لك يا دكتور. والبداية دكتور، ما هي آلية الشم والإحساس بالروائح المختلفة؟ طبعا لما توصل لجزيئات صغيرة للروائح المتطايرة من فتحتين الأنف، توصل داخل منطقة الأنف إلى منطقة صغيرة تسمى الظهارة الشمية أو الأولفاكتوري إبيثيليا. هي عبارة عن نسيج مغطى بإفرازات مخاطية يحتوي على الملايين من المستقبلات الشمية. تنتقل جزيئات الرائحة عن طريق بروتين متخصص موجود في الغشاء المخاطي، ولما بترتبط جزيئات الرائحة بالمستقبلات الشمية بتقوم بترسل مرضات كهربائية لخلايا عصبية متخصصة في أعلى منطقة الأنف تسمى الوصيلات الشمية، ومنها إلى الدماغ اللي بيقوم بتفسيرها على أنها رائحة، وطبعاً بيقوم بتحفيز منطقة متخصصة بالدماغ مسؤولة عن ذاكرة الروائح والنكهات. جميل جداً دكتور. ارتباط حاسة الشم بحاسة التذوق، ما هي العلاقة ما بينهم؟ طبعاً هناك ارتباط وثيق جداً بين حاستين الشم والتذوق، والتأثير بين هاي الحاستين متبادل، بمعنى أنه مشان نقدر نحن نحس بطعم النكهات المختلفة لابد أن تكون حاسة الشم تعمل بشكل جيد، لأنه مثلاً لما نأكل أكل معينة فبالإضافة لتحفيز براعم التذوق الموجودة باللسان والمنتشرة في اللسان، يتم أيضاً تنبيه مستقبلات الشم اللي موجودة بالأنف عن طريق الجزيئات المتطايرة، وبيتم نقل نوعين من الأحاسيس هاي الشم والتذوق للدماغ اللي بيقوم بمعالجتهم مع بعض، وبالتالي تمييز النكهات المختلفة. طبعاً مشان هيك لما منشم أحياناً رائحة أكلة معينة وخاصة إذا كنا بنحبها بيتم سيلان اللعاب وإفرازات اللعاب، لأنه الرائحة نبهت منطقة بالذاكرة الدماغ وربطتها بطعم هاي. جميل دكتور، يا ليت تحدثنا عن أسباب فقدان حاسة الشم خصوصا في 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 هذه الفترة، يعني شو هي علاقتها مع وجود فيروس كورونا؟ هل هناك علاقة مباشرة أن إذا الشخص مصاب يفقد حاسة الشم؟
طبعا هلا هو في اسباب متعدده وكثير لفقدان حاسه الشم، الاكثر شيوعا هي انسداد الانف نتيجه النزلات البرد والتهابات الجيوب الانفيه، وهذا بسبب تهيج الاغشيه المخاطيه وتكون احيانا من اللحميات والناميات الانفيه اللي بتمنع وصول جزيئات الرائحه لمستقبلات الشم. هلا في اسباب اخرى طبعا هي اصابات الراس، تدخين، استخدام بعض انواع الادويه، السكري اللي بيأثر على النهايات العصبيه والتقدم بالعمر. بس بالنسبه للوضع الحالي وطوال فتره جائحه كورونا ولاكثر من 6 اشهر طبعا نحن صرنا الان، جرت العديد من الدراسات والابحاث حول الاصابه بفيروس كوفيد 19. في منتصف شهر مايو الماضي اضافت منظمه الصحه العالميه فقدان حاسه الشم للتذوق رسميا الى قائمه الاعراض، لانه وجدوا حوالي 40% من المصابين بكوفيد 19 كان عندهم تأثر جزئي أو كلي بحاسة الشم والتذوق. الشم والتذوق، هل هناك أعراض ثانية مرتبطة كذلك بالشم والتذوق كي يعرفها الإنسان؟ هلأ بالنسبة للأعراض الأخرى كانت ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، اختلاف أحياناً اختلاف طعمة الأكل وألام في الحلق. ولكن الجدير بالذكر أنه معظم المصابين اللي تأثر عندهم حاسة الشم وكانوا مصابين بكوفيد 19 ما كان عليهم أي أعراض، كانت فقط ضعف حاسة الشم للتذوق أو أحد أحداهما، وكانت حدة المرض بشكل عام قليل جدا عندهم وما احتاجوا يدخلوا المستشفى. طبعا عملوا فحوصات مختلفة على هاي المرضى واكتشفوا إنه السبب ليس بسبب انسداد الأنف ولا بسبب منع وصول جزيئات الرائحة، بس تبين إنه المشكلة هي تكون في أحد البروتينات التي يدخل عن طريقها كوفيد 19 إلى الجسم، هو بيصيب الخلايا الداعمة للخلايا الشمية. وهذا شيء إذن هذا هو التشخيص دكتور، تشخيص الحالة يكون بهاي الطريقة إنه يدخل من خلال نفس ما ذكرت لك. لا هو هذا مثل ما بيقولوا الباثوفيسيولوجي، هو طريقة إصابة الجسم اللي نعم. هو بيقوم بالسيطرة على الخلايا الداعمة للخلايا الشمية، ولكن ما بيصيب الخلايا الشمية نفسها، بتضلها سليمة. وهذا شيء كويس، لأنه لما بيصير مقاومة الجسم تقوى المناعة والجسم بيقاوم الفيروس بيخف التورم والاستجابة الالتهابية، وبترجع حاسة الشم والخلايا الشمية تبدأ عملها الطبيعي. وهذا بياخذ له تقريبا حوالي أسبوع 10 أيام في معظم الحالات طبعا، واحيانا تمتد لا اكثر من هيك اذا كانت حده الاصابه اعلى. واذا تكلمنا عن العلاج دكتور، اذا كلمتنا عن العلاج، العلاج كم ياخذ من وقت وش هي طرق العلاج المطروحه؟ هلا عاده العلاج بيكون باستخدام المضادات الحيويه في حال وجود الالتهاب، بيكون باستخدام بخاخات الانف الموضعيه سواء اللي هي المي وملح لغسيل الانف او الستيرويديه، استخدام مضادات الهستامين، استنشاق بخار الماء مشان يظل في ترطيب للأنف. ننصح طبعا باستخدام الفيتامينات المقوية للمناعة وخصوصا اللي بتحتوي على مادة الزنك، وفي بعض الدراسات بتحفز أو بتنصح إنه نقوم باستخدام بعض الزيوت العطرية الطبيعية كنوع من العلاج الطبيعي للأنف، فمنحفز حاسة الشم. طبعا أنا بنصح كل المرضى اللي تأثرت عنده حاسة الشم أو تذوق خلال الفترة هاي إنه يراجع الأخصائي وما يستخدم أدوية دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص. جميل جدا دكتور، شو بتقولين عن العلاج الداعم اللي توصل بمركز أبو ظبي للخلايا الجذعية يعني معالجة مرض أو الحالات المصابة بكوفيد 19؟ والله نحن كلنا فخر إنه نحن موجودين في دولة دعمت علاجات وتوصلت إلى هيك مستوى عالي جدا من الأبحاث. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين، النتائج مبشرة جدا على ما حسب ما قرأنا، وبانتظار طبعا انه يتم تجربتها بشكل موسع اكثر، وبحيث انه نكون سباقين كما عهدنا انه في علاج كوفيد 19. وماذا تقول لنا كذلك عن العقار الجديد اللي حاليا يقال انه طرح يقضي على كوفيد من خلال اعلان منظمة الصحة العالمية وكذلك بعض الدول؟ العقار الجديد هو ما يزال طبعا قيد التجربه وقيد الدراسه، وهناك اخبار جيده جدا لانه بداوا يفهموا كيف طريقه مهاجمه كوفيد 19 للجسم، فلما بنفهم كيف طريقه عمله بنقدر نعرف كيف نوقفه. الدكتور محمد الزهر اخصائي اذن وانف وحنجره، شكرا لك وشكرا
على إطلالتك ومعلوماتك القيمة التي قدمتها لنا. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم وتمنياتي لكم ولجميع المشاهدين بتمام الصحة والعافية. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور. شكرا شكرا. إذن مشاهدينا وصلنا للختام، وقبل الختام الكثير منا يعتقد أن انتهاء التعقيم الوطني ورفع الحظر يعني العودة إلى الحياة الطبيعية بلا قيد أو شرط، وأنك في حذر واتباعك للتعليمات الوقائية والاحترازية تبالغ وتضخم في الأمر، وهذا أكبر خطأ وجرم ترتكبه في حق نفسك وحق أسرتك وحق مجتمعك. وإن التهاون والإهمال وعدم الالتزام هذه الأيام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات ولي الأمر، وقد يكون ثمنها لا سمح الله غاليا جدا، خاصة إذا كنت تجالس أبوين كبيرين أو لديك مريض بمرض مزمن. الرجاء أرجوكم أخذوا الحذر، أرجوكم أخذوا الحذر، أرجوكم أخذوا الحذر. انتهى الحظر ولزم الحذر. فمان الله.